تلقى عند المدن كحملات مدعمة على مستوى وسائل نقل عمومية. ركزنا في الأسبوع الفارط على خط المترو، حاولنا ننوع شوية في الوقت وفي المكان، وبرمجنا اليوم حملة على مستوى الخط الشمالي. كانت النتائج معناها طيبة، أمنية نعتبرها طيبة، ما أنه فما إنتاج على مستوى نفتش عنهم على مستوى مثلا تم القبض على شخص بهوسه مادة مخدرة تمثل في الزطلة، كيف تم القبض على شخص تحته معناها آلة حادة سلاح عبيط تمثل في سكين وحجم كبير، وما زالت الحملة متوسطة، وإن شاء الله معناها نبثوا، وهذا كله ما يساهم إلا في بث الطمأنينة والارتياح للمسافرين. المثناء هذايا حتى تو كنا معناها على متن القطار وحسينا طمأنينة وأمان في وسط معناها في جو العباد، وإن شاء الله تتواصل. والحملة هذه مش مستيقف معناها اليوم ومش مستيقف على خط تيجيام، باش نحاولوا ننوعوا في عديد الخطوط، في عديد الأماكن، في عديد المواقيت، كيف ماخذين معي الاعتبار برامج حملات على مستوى الحافلات، خطوط الحافلات على مستوى خطوط الخط الريفي، نقل جماعي معناها، وإن شاء الله معناها من حسن لأحسن، وإن شاء الله بلادنا ديما بأمن وأمان، والمسافرين يتنقلوا بكل أريحية وتتنحى عليهم جميع مظاهر نتاع القلق. الحملة هذه تنجم الإطار في منظومة متكاملة لتأمين وسائل النقل العمومي وإدخال الطمأنينة في نفوس المسافرين. الشيء اللي لاحظناه خلال الحملة هذه كونه تم ارتياح كبير من المواطنين، تم ردود أفعال إيجابية كبيرة من المواطنين، وتم كذلك نتائج اللي تم تسجيلها في الحملة هذه. كذلك كما قلت سي لطفي عندنا حملات، معناتها الحملات هي عندها مدة قاعدين قايمين بها، وإن شاء الله باش نتواصل على جميع الخطوط، سواء بالنسبة للخطوط النقل الحديدي بالنسبة للمترو ولا القطار الخط الجنوبي، ولا كذلك على مستوى الحفلات وسيارات النقل الجماعي. ويقولوا له اللي لازق البريم. قدمي معك.